العالم يسفك دماء الآلاف عشرات الآلاف. لا لا لا، تعاملوا معه بإنسانية. هو إنسان، أنا أتعامل معه بإنسانية أصلا؟ هذه المهزلة التي نراها باستمرار من مدرسة النصرانية، طاغية العراق سبب في قتل أكثر من 2,000,000 شخص. خذه حاكمه كما تحاكم أي مجرم، أي متهم، لا لا يقول مجرم، أي متهم. يعني الشخص أتهم أنه سرق 100 دينار، حاكمه وحاكم طاغية العراق الذي سفك الدماء والدماء، هتك الأعراض والأعراض، خلف أكثر من 8 ملايين من الأرامل والأيتام، هذا فقط في العراق. خذه حاكمه محاكمة كما تحاكم أي إنسان متهم. مهزلة أصلا، مهزلة. ويحاكمونه على أساس كذا، قتيل في المنطقة الكذائية فقط، وكأن كل جرائم هذا الطاغوت تلك القضية فقط. هكذا صوروا للعالم. الذي لا يعرف من هذا الطاغوت يتصور أنه في كل حياته ارتكب جريمة واحدة في المنطقة الفلانية أو كذا شخص قتيل، ولعله كان معذورا. لا، كأنه أتلف مليارات. ما هي المليارات؟ عشرات المليارات، مئات المليارات من أموال الناس. لا، كأنه سبب أمراض للملايين من البشر، أمراض نفسية، أمراض عضوية. لا كأنه هتك الأعراض، لا كأنه قتل أشخاص، أبدا. الإسلام هكذا أبدا، هذه نصرانية بايخة فاشلة، نصرانية لا تتمكن أن تعيش مع الإنسان. الإسلام يقول خذ هذا أسوأ من الحيوانات، أولئك كالأنعام، الأقل من هذا، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيل، بل هم أضل. في آية ثانية إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كالأنعام يعني ماذا؟ يعني أنت تقول لشخص حيوان، هذا معنى؟ لا، بل هم أضل. آيتان في القرآن الكريم، هذا أسوأ من الحيوان تحاكمه، أسوأ من الوحوش. هذا الإسلام ليس هكذا. سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله سيرته تطبيق للقرآن، كان أخلاقه القرآن. النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يتعامل في القضايا التي كانت ترتبط به كشخص؟ مهما كانت كان يعفو، لا نظير له في العفو. ولكن الدين عندما كان يتعرض للإهانة أيضا رسول الله كان يعفو أبدا. عندما كان أمن الناس يتعرض للانتهاك أيضا كان يعفو أبدا. كان يخوض حروب، دماء، قتل، سفك للدماء. هذا جاء يريد أن يأخذ أمن الناس. أنا أقول له جزاك الله خير الجزاء، لا تعمل هذا العمل، هذا العمل غير صحيح، ارفع السيف بوجهه، ينتهك حرماتك، ينتهك مقدساتك. تقول لا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو نفس رسول الله بنص آية المباهلة، بنص القرآن الكريم، أيضا كان هكذا. هو البكاء في المحراب ليلا، بكاء أمير المؤمنين. أي بكاء، أي قلب هذا؟ أنتم ابحثوا في التاريخ، انظروا، تجدون قلبا رقيقا مثل قلب أمير المؤمنين. يا أخي، كان إذا رأى يتيما بكى. أنتم رأيتم في حياتكم شخصا واحدا هكذا؟ أحيانا الإنسان يرى الأيتام يبكي أحيانا، ولكن كلما رأيت يتيما تبكي له، حتى النساء لا يصنعن ذلك. رقة النساء، امرأة رقيقة القلب جدا، كلما ترى يتيما تبكي له. أنا ما سمعت أصلا هكذا شيء.
أمير المؤمنين كان إذا رأى يتيما فقط مجرد أنه ينظر يتيما يبكي. أي قلب هذا؟ أي رقة هذه؟ من خشية الله سبحانه وتعالى كيف كان يبكي في الليل؟ كان يغشى عليه، يغشى عليه ليس بمعنى يغشى علينا، نحن عندما يغشى علينا نفقد الوعي، أهل البيت ليسوا هكذا، ولكن تحدث له حالة مثل حالة الغشية، مثل هذه الحالة من خشية الله سبحانه وتعالى. هذا هو البكاء في المحراب ليلا، ولكن في النهار في الحروب هو الضحاك، إذا اشتد الحراب جاءوا ليسلبوا أمن الناس. أمير المؤمنين يقطع رقابهم، يقطع أيديهم وأرجلهم، يشقهم نصفين. تريد أن تدهك الأعراض، أمير المؤمنين يقول لك لا لا بأس، أنا إنسان رقيق القلب لا أصنع ذلك أبدا. هو الرقيق القلب، رقيق القلب في موطنه، شديد في موطنه،